السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ما شاء الله جيت نشارك معكم الروشي ديالي الصباحي. اليوم انا في واحد البلاصه غادي نوريها لكم من بعد، ولكن قبل ما نوريكم غادي نبدا ان شاء الله مع واحد البطاله ديالنا، بطاله كينيه سوزان. عدا كينيه وفي الاصل دابا كينيه، ودابا راها ولات غتلعب مع فرنسا. هذا العام ان شاء الله دارت المينيما ديال الاولمبيات ديال 2021. نتمنى لها ان شاء الله التوفيق، وهذا شرف لي انني نكون معاها اليوم، ومعايا واحد صاحبتي ملكة عدا ديالنا البطله الكبيره المغربيه، اللي تنتمنى لها حتى هي التوفيق. Ouais. Et surtout les femmes qui vont perdre du poids en fait. Oui, il veut parler du poids, c'est obligé. C'est obligé de courir. Oui, je vais continuer. Oui, je vais continuer. 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 ومن بعد صافي قلت عرفتيش، والله ما نحرم البنات من هذا المنظر هذا. المهم البنات، هذه المنطقه هذه كنقولوا لها باغي، اللي عندنا حنا معروفه هنا في هذه المنطقه في ليون، وهذه البلاصه هذه هي فين كاين الكلوب ديالي. هنا في اول مره غادي نجي نتريني هي هذا المكان هذا اللي عزيز عليا بزاف. كما تتلاحظوا واحد المساحه كبيره بزاف بزاف بزاف. واحد البلاصه اللي صعما واخا ما تكون جاي تريني كتريني كتفتح لك الشهيه. المهم البنات هنا فين كنتريني، وهنايا البنات هنا عندي الكلوب ديالي، يعني من هاد البلاصه هذه. يعني غنزيد واحد شويه غادي نوريكم حتى التيران اللي كنت كنتريني فيه فين كنت اطلي، دابا راه وليت اومليط. والمهم البنات كنبغي نقول لكم بقاو معايا ان شاء الله، مازال غادي نوريكم بعض الاشياء اللي انا كتعجبني بزاف، وغنشارك معكم حتى بعض التمارين ديالي، وكذلك اللي لقيت باين ما يتشارك غادي نشاركوه ان شاء الله، ما تزابيوش. المهم البنات كيف ما تشوفوا معايا، انا كاينه دابا في لابيس يعني في التيران، وهذا هو التيران البنات اللي اول مره جيت ليون. هذا هو التيران اللي ترينيت فيه، اللي حطيت فيه كاع المجهودات ديالي، وهو هذا. هذا هو الكلوب ديالي. المهم البنات كتشوفوا دابا راه سادينو مع هذا الكونفينمون، وهنايا الحمد لله فاش في هذا المكان هذا كما كنت قلت لكم، هنا فين تعرفت على الزوج ديالي كذلك. صراحة كانت أيام زوينة، وما عمرني ننسى البدايات ديالي في هذه المدينة اللي عطاتني الكثير كثير كثير. ودائما البنات نقولوا الحمد لله، لأن علاش كنكونوا دائما في واحد كيدوزوا علينا شي حوايج كتقولي ما عمرنا غادي نشوفوا السعادة، ما عمرنا غنشوفوا الحياة زوينة. لكن ما تنساوش أن دائما ربي كيكون مخبي لينا، ما كيسد باب تكيفتح لي باب، وربي يفتح لي هذا الباب ديال هذا التيران هذا، وفتح لي الباب ديال هذه المدينة هذه اللي الحمد لله شفت فيها عين البنور، عين السعادة، الحمد لله أحسن الأحسن كما تيقولوا. المهم البنات ما نطولش عليكم، حسيتكم غتبداو تبكيو. المهم البنات هنا فين كنتريني، ودابا ساليت مع الصديقه ديالي غادي نمشيو نديرو واحد الفوتين. كيف ما تتعرفوا هنا هذا المكان المقر كيترينو فيه حتى لي زاطيط اللي معروفين على الصعيد العالمي هنايا. والحمد لله ليا شرف انني انتميت لهذا النادي، هذا ليا شرف كبير كبير، لانها نادي ماشي ساهل، واي واحد يتمنى انه يكون فيه. وكنتمنى ان شاء الله تكون ما تعرف واحد النهار تنكونت انا من هاد المدربين هادو، واخا ما انا ما عطيتش نقدر نعطي ان شاء الله في حاجه اخرى، يعني نطلع الاجيال المستقبل ان شاء الله. لهذا كنقول لكم بقاو معايا مازال انا معكم. المهم البنات غادي نحاول نجريو شويه كيفاش تشوفوا. غادي ندير فوتين ديال 20 دقائق البنات، حيت بحال هادي ما جريت. شوفوا معايا لابيس، توحشت الريحه في راسكم انني كندخل كنشم الريحه ديالها، سبحان الله العظيم اوتوماتيكمون كيرجع ليا داك الحماس ديال الجره، اوتوماتيكمون كيرجع داكشي في الدم. عرفتوا شحال هادي ما جريت، راه التنفس يكون صعيب دائما، كنحاول ندخل نفس ديالي. دابا انا غاديه
قالت لي جوج دقائق ونسالي. فيه ما فهمتش صوتي دابا صافي وي 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 المهم البنات حنا سالينا التمارين ديالنا كما قلت لكم. ملكه اللي نعرفكم عليها ملكه بطلات كما نقولوا بطله مغربيه عطات الكثير والكثير للمغرب في محافل دوليه وطنيه حامله رقم قياسي في واحد السباق هنايا شمن السباق كالوير 1000 متر دو كالوير 1000 متر دو 48 دو 48 باقي الان ما تباطاش الركور ديالها وكذلك حزلات على بطولات عربيه بطولات افريقيه شاركت في عده ملتقيات حمرت الوجه دارت بزاف ديال دارت ارنب البطلات كبيرات
وخلي لها الكلمه اليوم تهضر معكم مالكة. هذه من الصديقات ديال تقريبا طالعين تقريبا شي 18 عام ديال المعرفه ولا 17 عام، وديما تخاصموا، مره نضحكوا مره حنا مزيانين مره حنا خايبين، ولكن كندورو كنرجعوا لبعضياتنا، يعني اللي دخل بيناتنا غادي يمشي على الهاويه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. انا النصيحه ديالي اللي بغيت نقول لكم هو انه ما تعكزوش وما تملوش. كتجي واحد الوقيته كتريني كتريني كتقولي سي بون انا خاصنا باغي نطيحوا الكره، فوالا كتقولي سي بون وما تبقاوش تحضيو الميزان، سورتو باسكو الميزان كيلعب على المورال. تبقى تقولي وتريني شهر ولا شهرين سي يا ما طيحت ولا طيحت ولا طيحت 100 غرام ولا. راه الفيزيك كيختلف كل واحد والفيزيك ديالو، كاين الفيزيك اللي كيطيح دغيا، كاين الفيزيك لي سابرون دو طون، غير هو استمري استمري. واحد الحاجه نساي، شتي كي كتنساي البوا في راسك وكديري لونطريمون شاك جور، مع الوقت راه كيجي كتستمي انت فاش كتلقاي واحد لو بوا ديالك. غير هو ما تبقايش كل مره كل صباح نفيق نوزن، نو هذاك نسيه الميزان. وكيجاك الجروب ديالي في الفيسبوك. لا تبارك الله عليكم العيالات، راكم راه متبعاكم مالك، راه مدربه كذلك حتى هي كتريني تبارك الله، حاصله على شهاده يعني دوليه لان كتفتا هي خدامه. غير هي ما بغاش تبان في السوشيال ميديا عيد في هذيك خويا تدير شي جروب ما بغاش، وما شاء الله عليها عندها مع لا تكنيك مزيان. لا لا صراحة ولكن ما بغاش، وكان هي من عندها كناخذ بعض المرات كناخذ من عندها نصائح باش انني كنفيدكم كذلك. كنقول لكم راه عندي جنود الخفاء ورايا. نهاري ولا ما تخدموش. لا صراحه انا ماشي 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 بزاف ما عزفتهاش عليها الشهره، فهمت دابا هي ماشي الشهره. لا 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 غير هي ما سميتو شويه وجهي قاصح، ولكن مع الكاميرا شويه تيميد. المهم انا دخلتها اليوم معايا، والمهم البنات حنا سالينا. هذه اول مره كندير، هذه اول مره كندير زعما الفيديو ان شاء الله. البدايات ديالي غتبدا من هنا، واخا راه ديجا هي مول فلق الشاشه. المهم البنات هلاو ليا فلوسكم، كوراج، الله يعاونكم وزيروا راسكم مزيان. وسورتو با الفو با الفو با لاشي الفو با لاشي الفو با لاشي. قولها لهم بالعربيه حيت كاين معايا بنات اللي ما كيفهموش. ما ترخاوش وما تعكزوش، ما تخليوش العكز. وراه هذه هي اللي كنقول لكم من اكادير من اي تبع عمرها. بالنسبه للبنات اللي معايا في الجروب ديال اكادير، هذه راه معايا من اي تبع عمرها. شحال حتى شلحيت حتى شلحيت، هضري معاهم شويه انت مازيغت. اتي فرخين اتي فرخين اتي شروين اتي مغارين اتي مغارين اتي غريد زيراتي كيانون كنكرمات ترينيم اتي الرياضات فولكي. اي لي زونفو فيا بارلا فيا بارلا. ولادي شفتهم مشاو بعاد. المهم زيراتي كيانون ارترينيم اتي الرياضه اتي تفولكي الصح تفولكي ميم المستقبل بنادم حتى يحدوا ربورت عرفت ولا صح تنون اتي بعدا كنا ارتفت الراحه النفسيه ارتفت الراحه حماس نداتنم تصالح الدماس نداتنم شكون الرياضه تي سي ان اوبسيون يات لوبسيون لي فولكين لي كان يا كان بون انرجي. انا نشرح لكم واش قالت لكم البنات اللي ما كيفهموش الحاجه، قالت لكم كولوا مزيان كولوا 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 باش تخلصوا. كولوا نو 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 جيت باكي كولوا قالت لكم كولوا مزيان قلت كولوا بالترينيو ترينيو نو كولوا نو كولوا مزيان كولوا. راه هذوك اللي كيمشيو على انه الريجيم قاصح ما نعرف شنو، ما نو الريجيم كولي ايكيليبغي كولي ايكيليبغي زعما الفطور والغدا والعشاء ايكيليبغي. وشربي بزاف د الماء سوختو الماء شربي، واخا ما تعطشيش حتى القرع حداك وشربي الماء مزيان. غير هو عارفه شنو كتاكلي وايفيتي وانه تاكلو اون تخلي غوبا بين لي غوبا هذيك ديال لي غرونيو تيجاني الجوع نمشي ناخذ خبيز ناكل ولا نو نو فوالا. الليل حاولي اخر غوبا تكون مع 7-8 ماكسيموم. ايوا صح هكا ترتاح المعده ديالكم شويه وتنعسي مرتاحه. اوكي البنات السلام عليكم، يلا تهلاو ليا فلوسكم. انا غادي ان شاء الله نحاول نشارك معكم كذلك مره ماشي ديما. هذا هو الروتين ديالي الصباحي، جينا هكا باش نبدلوا شويه الجو ناخذوا شويه ديال الهواء. مع السلامه، خليت لكم الراحه.